مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، نحن لازلنا على تتبع قضية المرحوم أمين شاريز. مشاهدينا الكرام، عدد كبير من المغاربة ألمتهم القصة، وبالأخص صرخة أم اللي هي ماريا الأم للأمين شاريز بعد صدور الحكم في الاستئناف. مشاهدينا الكرام، تناولنا القصة يوم أمس، حاولت الأم أنه تعالج معنا الموضوع من الأول. تعاطف المغاربة في المغرب وخارج المغرب، وبالضبط الجالية المغربية، الكل تألم في القصة ديال أمين شاريز. مشاهدينا الكرام، مستجدات جديدة في الموضوع. النقطة الأولى، يعني خبر جد صار مبدئيا، دخول أستاذة إبراهيم فطيب الزهراء للخط. مشاهدينا الكرام، عدد كبير من المغاربة في التعليقات في الفيديو ديال الأم، وكذلك كان فيديو ثاني اللي تناولته مع أستاذة فاطمة الزهراء الإبراهيمي لأول مرة، كذلك كانت معنا الأم ديالها الله يسترها ويعطيها صحيحتها، اللي عطاتنا معلومات على فاطمة الزهراء، كيفاش كبرات، كيفاش تكونات، كيفاش قرات، تبارك الله، كيفاش وصلت وكيفاش غادا في المسار ديالها. مشاهدينا الكرام، فاطمة الزهراء الإبراهيمي دخلت على الخط في الملف بطلب عدد كبير من المغاربة، وهذا أمر أثلج صدر عائلة أمين شاريز. تبعوا معايا. أستاذة فاطمة الزهراء دخلت على الخط في الملف، كيفاش كتشوفي الأمور مبدئيا؟ غنجاوبك. ممكن واحد الحاجة قبل ما نبدا؟ الله يجازيك بخير. أول حاجة أخويا يوسف، كنشكر الناس. في الأول كنت بوحدي، لكن الحمد لله، يعني مي كنقرا التعاليق وكنشوف التعاليق ما بقيتش بوحدي. معايا يمكن 40 مليون كيتداعوا معايا، كيتداعوا مع وليدي، والحمد لله. يعني كنت بوحدي، دابا حاليا كنحس براسي راني ماشي بوحدي. يعني داك الدعوات والناس، باش نقول لك، معايا المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، العالم كله معايا الحمد لله. غير هذا راه انتصار، غير هذا راه انتصار، الحمد لله. اللهم لك الحمد. كنشكركم خوتي المغاربه وكلكم خارج الوطن وداخل الوطن، واي حد دعم ولدي بالرحمه، واي حد قال فيا كلمه مزيانه، الله يجازيكم بخير، الله يخلي لكم وليداتكم. كنشكركم من قلب قلبي، رغم اني ما كنعرفكمش. بزاف الناس، يعني شنو نقول لك، راه الا قريتوا التعاليق راه غادي تشوف السي يوسف. الحمد لله، معايا المغرب داخل المغرب وخارج المغرب، معايا 40 مليون الحمد لله كيدعوا معايا الحمد لله. فهذا الشيء كيفرح، كيتلج الصدر ديالي، اللهم لك الحمد الحمد لله. عندنا المساله ديال الاستاذه، اللقاء ديالك بها من بعد التعليقات تاع الناس، الكل كيكتب الاستاذه فاطمه الزهراء تكون في هذا الملف. ما نكذبش عليك، فرحت 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 بزاف بزاف. كنشكر الاستاذه الابراهيمي من هذا المنبر ديالكم اسي يوسف. ما كنتش كنعرفها، لكن البارح مسكينه، داك المعامله وداك يعني انسانه طيبه، يعني الانسان كتعرفه من بعيد ما كتعرف، لكن البارح شفتها مسكينه، يعني انسانه طيبه جدا جدا. وكنحييها قبل ما يعني قبل ما كنحييها، المراه القويه ومراه ونص، وداك الشيء اللي عانات ماشي ساهل، مراه ونص. الله يحفظ ليها وليداتها، والله يخلي لها مهمتها. وراه قريت التعاليق، يعني نقول لك النهار الكبير والفرحه ديالي انها تدخل الملف ديال ولدي. فرحانه بزاف بزاف، فرحانه بزاف بزاف بان استاذه الابراهيمي غادي تكون في الملف ديال ولدي. هذا جانب. غادي كيبقى عندنا السؤال الاخير، هو شنو هي الخطوات؟ انت عطيتي واحد الشعار، قلتي انه غنبقى سوف ابحث عن حقيقه وفاه الابن ديالي لاخر رمق. شنو الخطوات اللي غديري؟ اول حاجه اخويا يوسف، انا يمكن كنت تحطمت البارح، يعني هذه 3 ايام كنت يعني في واحد الحاله ربي لي عالم بها، راه خوتي المغاربه كاع شافوني. لكن الحمد لله بالايمان ديالي، الحمد لله، يعني انا واحد الانسانه مؤمنه بالله، و
والابتلاء وهذا الشيء كامل انا راضيه به الحمد لله. هذا امتحان من عند الله وربي كيختبرني واش كنصبر ولا لا، فانا صابره الحمد لله. ومادام ربي مخليني واقفه باش ناخذ حق ولدي راني غنكمل حتى ناخذ حق ولدي ان شاء الله. المرحله ديال النقد والابرام غادي نديرها وغنكمل ان شاء الله المسيره ديالي حتى ناخذ حق ديال شاريز امين. انا ما كنطالب حتى شي حاجه غير ناخذ الحق ديال وليدي، وان شاء الله انا معاهم حتى اخر رمق تيديموا الامانه امانته. وقلت لكم كما قلت لكم راه حتى يمكن تلقاوني ماريا كنقطع حوايجي تلقاوني بحال حمقى في زنقه كنقول العداله شاريز امين العداله شاريز امين، انا ما خديتش حق ولدي غنبقى حتى اخر نفس فيا تيديموا الامانه امانته. وما تستغربوش الا لقيتوني حمقه كنعاودها لكم، يعني ما نكذبش عليكم وصلت لهاد المرحله انا تلقاوني حمقه في الزنقه كلشي ممكن بعد اللي مريت منه ابتدائيا واستئنافيا ممكن تلقاوني حمقه في شي نهار في الزنقه، ولكن كنامل خير كنتمنى الخير كنتمنى الناس الشرفاء والنزهاء كنتمنى يعني خوتي المغاربه كاع اللي تواصلوا الحمد لله يعني ولا تواصل مع الناس كلشي الناس الحمد لله باغيين يوقفوا معايا ما كانش هذا الشيء الحمد لله كاع الناس بغاو يوقفوا معايا الله يوقف ليهم الخير الله يخلي لهم وليداتهم انا كنت محتاجه المسانده والوقفه هذه والحمد لله الناس دابا كلشي الحمد لله معايا وكلشي باغي يوقف معايا خويا يوسف. واحد يا باش نختم معاك واحد الكلمه قلتيها في الحوار السابق هو قلتي للمغاربه انا تنعتذر منكم قطعت حويجي وكان الجواب العكس عند المغاربه قالك حنا اللي تنعتذروا منك يعني من اروع الاشياء هذا هو نوب المغاربه. هذا الكلام يعني كتسمعوا كتبكي ولو هما الناس يعتذروا منك. والله خويا البارح دخلت لوطيل وبقيت كنقرا قبل ما شرب الدواء بقيت شربت الدواء النعاس ديالي وشدت تليفوني وكنقرا اقسم لك بالله الحلي العظيم والله العظيم الا كنقرا التعاليق وانا فرحانه تيقولوا لي مساك الناس انت اللي سمحي لينا كاين اللي كيقول لي ما عندنا جهد كاين اللي كيقول لنا يعني شوف فرحوني رفعوا لي المعنويات كانوا في الارض طايحه في الارض كنت مهرسه وهذوك الكومونتيرات هما مجرد تعاليق رفعوا لي المعنويات وخلوني نوقف من جديد ونكمل المسيرة ديالي إن شاء الله. هادوك الناس هادوك التعاليق ما نكذبش عليك داروا فيا بزاف د الحوايج وخلوني نجي ونهضر مرة أخرى الحمد لله. كنشكر خوتي المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن في العالم كله الحمد لله. صور أخويا غير مضيفة مضيفة ديال الطيران كنركب معاهم ما كيعرفونيش غير تبان لنا الارقام قسما بالله الا عيطوا لي وكيقول لي كنازروك بونكو غاجه مدام وحق الله العظيم الى الميساجات ديال الناس اللي وصلوني يعني الناس كاملين وصلتهم الصرخه ديالي اللي غوت من قلبي انا مألمه لكن شيء كيفرح كتلقى الناس باقي المحنه باقي الناس يعني باقي الناس الخير باقي الناس اللهم لك الحمد اللهم انا كنعبر بطريقتي سمحوا لي كنشكركم كاملين هذا المنبر حنا معاك ودورنا اننا نوصلوا الصوت ديالك يا ربي تتبان الحقيقه مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا هذه نقاط ومستجدات جديده في الموضوع. الشكر الجزيل للمغاربه صراحه التعاطف ديالهم والاحساس ديالهم بقضيه امين شريز وهذه الام مكلومة التي تطالب بالحق ديالها. هذا جانب. الجانب الثاني هو جانب مهم وعدد كبير من المغاربة ربطوا بين الاتصال في مغارب نيوز منهم جمعيات من مجتمع مدني حقوقيين الكل تطلبوا رقم الهاتف ديال الأم أمين شريز من أجل أنه يساندوها في الظرفية الصعبة اللي كتمر منها أولا وكذلك جمعيات المجتمع المدني يدخلوا على الخط في القضية ديالها دفاع قادير للعنوان ديالها هو مقتل ابن ديال امين شريز اسباب مسببات الواقعه من طبيعي جدا هذا شق قانوني غادي نتكلموا فيه بطريقه مختصره انه المشرع وضع مراحل ديال التقاضي داز حكم ابتدائي داز حكم استئناف باقي دابا النقد وممكن النقد لانه اعلى هيئه قضائيه ممكن انه
تبان له أمور أخرى. الأم تتكلم بأدلة دامغة ومعطيات قوية في هذا الملف، والقضاء في الأخير هو صاحب القرار. مشاهدينا الكرام، الدفء من هذا الملف بحضور الأستاذة فاطمة الزهراء الإبراهيمي، محامية بهيئة الدار البيضاء ومختصة في الملفات الجنائية. عدد كبير من المغاربة يعلمون جيدا الكفاءة ديال الأستاذة فاطمة الزهراء الإبراهيمي. أستاذة فاطمة الزهراء الإبراهيمي قبل أن تكون محامية فهي إنسانة تواصلت كاللقاء ديالها بالأم ديال أمين شاريز، طريقة باش تعاملت معها وباش حست بها كأم، هذا شق مهم. مشاهدينا الكرام، سوف نضع رقم الهاتف طلب عدد كبير من المغاربة اللي طلبوها منا ديال ماريا للتواصل معها، لأنه التفاعل المغاربة والدفء في الظرفية الراهنة ممكن أنه يقويها أكثر، أنه تبع الملف حتى النهاية ديالو، لأنه في الأخير تبحث عن حقيقة وفاة الإبن ديالها. لها من المعطيات، لها من الأدلة، ويبقى القرار في الأخير محكمة النقد. مشاهدينا الكرام، نحن على تتبع دائما ملف أمين شريز، وسوف نوافيكم دائما إذا كان أي مستجد. فيما يخص بين قوسين دخول أستاذ فاطمة الزهراء الإبراهيمي، هناك ملف ثاني يميل الأول، هو التقرير اللي وضع الطبيب اللي عطاه اليوتيوبر طريقة اللي كاينة جلسة في محكمة الزجرية بالدار البيضاء نهار 6/5 اللي غادي ينوب الأم أستاذة فاطمة الزهراء إبراهيم. مشاهدينا الكرام، سوف نوافيكم دائما بالجديد حول حيثيات قضية أمين شاريز، وننتظر بفارغ الصبر تعليل ديال محكمة استئناف، وكذلك ننتظر بفارغ الصبر ما سوف تسفر عنه النتائج الأخيرة من محكمة النقد. مشاهدينا الكرام، النداء المغاربة، أرجوكم تواصل مع الأم ماريا في الطرفية الراهنة، أمر جد مهم لنا كاملين، هي أختنا مغربية وتطالب بالحق ديالها، كتعاني الأمرين، عندها ملف الدار البيضاء وهي في أكادير، والملف الأول ولا الآن وصل الملف النقد يعني في الرباط، المسافة، الذهاب والإياب، مجموعة من الإشكاليات وإكراهات. وكيف ما كان الحال فهي امرأة وأم، رفقتها لا ننسى ابنة ديالها كنزة التي تضحي بالغالي والنفيس، رفقة الأم ديالها من أجل تبين الحقيقة أكثر. لأنه السؤال المطروح في الموضوع يبقى سؤال، لو تم تفعيل مجموعة من الشكايات في الأول ما كان ليكون الوضع بهذه الطريقة؟ مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.